مع أغرب قضية. أغرب قضية، قضية الطفل طارق، طفل رضا، الطفل رضا، هنعدل الاسم عفوا، الطفل رضا. طبعا له قصة عجيبة، بعد 17 سنة اتضح واكتشف ان اللي عايش معاهم مش ابوه ولا امه، وان هما بيقولوا انت، اقولها ولا بلاش؟ عفوا، نحترم خصوصية الاخرين، ولكن التعليق من السادة المشاهدين على الطفل رضا بيقول ان انا بعد الفترة الطويلة دي عايش معاهم واكتشفت ان انا مش ابنهم، انا ابن مين يا ناس؟ هنحكي مع رضا ونشوف يعني ايه هي القصة من البداية، وكان عايش ازاي، وهو الان عايش فين وازاي ومع مين. ازيك يا رضا؟ الحمد لله. قول لنا كده ايه قصتك بالظبط، ووضح للناس السادة المشاهدين ايه قصتك بالظبط. قصتي عندي والدي مش معترف بيه ان انا ابنه اصلا، مش معترف بيه ان انا ابنه، مش عاوز يثبتني خالص، مش عاوز يثبتني ان هو كان غلط غلطه هو وامي قبل ما يتجوزوا، يعني هم غلطوا الغلطه قبل ما يتجوزوا. وبعد كده انا لما امي حملت فيا وانولدت، حصل خلاف بين عيله امي وعيله ابويا. اجى قال له يا تكتب عليها يا تدينك محبوس. كتب عليها وراح جاي مطلقها في نفس الوقت كده، راح جاي مطلقها. فقال له مضى ان انا ابنه، واعترف ان هو اللي غلط الغلطه، وهو اللي من وسط الجماعه اللي كانوا موجودين مع امي غيره، ان هو المتسبب في الولد، يعني اعترف ان انا ابنه ومضى. دنيتني قاعد حدا 17 سنه، وبعد 17 سنه جاي يقول لي انت مش ابني ولا اعرفك. كنت مقيم معاه في نفس المكان؟ ومع جدتك وجدك؟ ما هو البيت في المكان واحد. بس انا كانوا مفهمين ان جدتي وجدي ابويا وامي. كانوا تاني معلش بالظبط عشان نفهم، كانوا مفهميني ان جدتي وجدي هم اهلي، ابويا وامي، وابويا اخويا. يعني هم كانوا بيقولوا ان ابوك ده اخوك. وجدتك وجدك وجدك ابوك وامك. وبناء على كده انت كنت عايش معاهم. تمام، اتفضل. ابن مين يا ابني؟ انا ابن الحاج محمد ابو عبد المتولي، ده اللي انا كنت اعرفه. جيت بقى كلام الناس الجيران بقى، ابوك اشرف، ابويا اشرف مني يا ولاد، اشرف ده اخويا. دماغي بدأت تتلخبط. دماغي بدأت تتلخبط، الموضوع كبر خالص دماغي. فأنا سألت جدتي اللي هي كانت مني أمي، الناس بتقول كذا كذا يا ماما، سيبك منهم ده بيضحكوا عليك، يعني إيه؟ فأنا استغربت شوية، قلت لها يعني أنت هتصرحيني ولا أطلع أعمل فضيحة في الشارع؟ خلي الناس كلها تقول لي. قالت لي لا، واحد حصل يا ابني، واحد اتنين تلاتة، وأمك غلطت الغلطة مع كذا واحد، واتهمتها في ده، في أشرف اللي هو أبويا يعني. فهو طبعا مش ابوك، وما نقدرش نثبتك عليه، لان حرام ان واحد يثبت يكتب حد باسمه. فقلت له طب انتم قاعدين معاكم ال 17 سنه دول ليه؟ قالوا بنعملها لله. قلت له ما انت بتعملها لله، كنت كاملوها بقى للاخر واثبتوني، كنت كاملها للاخر واثبتوني. إيه انت مش بينا، واحنا خدناك لله ومش رضينا نرميك على باب جاي. قلت لها كنت ترموني، كان اولاد الحلال كتير هياخدوني ويكتبوني، في ناس كتير ما بتخلفش وتتمنى ضفر عائل من الدنيا. قالت معلش بقى اللي حصل، لما يجي من الشغل ابويا ما كانش يعرف ان انا عرفت الحقيقه لسه. قلت له انت ما تثبتنيش ليه؟ ما تثبتنيش ايه يا ابني؟ قبل ما يتجوز بقى مش بتثبتني ليه؟ انت ابويا وانا رحت لامي، والكلام اللي الناس كلها قالته انا عرفت كل حاجه، ان انت ابويا وغلطت مع امي قبل كده واتجوزتها في دار صبري، وعرفت كل حاجة من الناس، أنت مش بتثبتني ليه؟ أولاً أنا مش أبوك، واسأل أمك، روح لأمك اسألها، شوف مين فينا إحنا السبعة كان أبوك فينا. يعني شوف مين فينا إحنا الكل السبعة كان أبوك، اسأل أمك. فروحت لأمي سألتها، أمي الحقيقية، يا ماما إيه الراجل ده بيقول كذا كذا وهو مش أبويا، أنت متأكدة إن هو أبويا؟ قالت أيوه أنا متأكدة إن هو أبويا. قلت لها طب هو طاردني دلوقتي، عاوز انام بقى، عاوز انام، شوفي لي اي حته انام فيها، خدي بيتين عندك. قال راح جاي ماسك لي السكينه، وانت ما مشيتش في النهايه هدبها في بطنك.
يعني حاولت تعتدى عليك برضه؟ حاولت يعتدى عليا وابويا برضه بنفس النظام حاول يعتدى عليا برضه، وكسر لي دراعي قبل كده لما بقول له انت مش عاوز تثبتني، راح جه كسر لي دراعي، خبطني بخشبه تخينه كسر لي دراعي فيها. فانا سبته ومشيت هربت. كلام الناس كل مره يا ابني مش بتثبته ليه؟ طب مش بتثبته على اسمك ليه؟ بكل تناحي كده راح جاي رادد انا مش عارف مين فينا ابوه، ما احنا كنا احنا سبعه. هنفرض ان والدك مش معترف بيك كاب، والدتك نفسها اللي هي والدتك ازاي مش محتضنه بيك وتدور عليك مع انك انت من بطنها؟ دي يعني ست بعد ما طلعت من ابويا اتجوزت واحد تاني. خلفت منه ثلاث اولاد. فهي خايفه ان جوزها يعرف الماضي بتاعها لان ما يطلقهاش وتشرد بالثلاث اولاد بتاعته اللي معاها. والدتها عايشه؟ والدتها عايشه ووالدها عايش واخواتها كلهم موجودين، هم ناس عرب اصلا فهم كتير كده اخواتها. هم برضو من بيعتدوا عليا كتير. يعني هم رامين خالص؟ خالص. يعني مش عايزينك خالص؟ مش عاوزين يعني. لا عيله الاب ولا عيله الام عاوزين يشوفوك خالص. ما التجأتش للشرطه؟ هو الشرطه برضو عندنا ما يقدرش يعملوا حاجه لما يكون معاك يا اما بطاقتك شهاده ميلادك او معاك واحد كبير. طبعا انت مجهول من ده كله. انت كنت في نفس الوقت 17 سنه اللي انت كنت عايش فيهم كنت قاعد مع ناس، اكيد في هيتخذ في اجراء ضد الكلام ده، هيعرف مين النسا ومين في تحليل دي ان يا ابني في الكلام ده في تحليلات بتثبت ان انت إيه؟ انت في رايك سؤالي ليك كده انت تحليل دي ان دي بوبا ايه؟ ده تحليل بيثبت مين ابوه؟ بوبا التحليل دي بتاخد ايه؟ باخدوا ايه؟ باخدوا عينه منك ومعينه من والدك وعينه من امك. انت دلوقتي هو خدني ورحنا على القاهره. تمام. ابويا. وعملنا خد لي تحليل اللعاب من بوجي مني انا بس. مين اللي عمل كده؟ ابويا. مني انا بس. آه. يعني انا طلعت بره وشفته بيدفع فلوس بس ما شفتهمش خدوا مني منه هو تحليله ولا من امي تحليله. فانا طبعا ده اللي ما خلينيش اشكك في الموضوع ان هو ابويا، ان انا مصدق ان هو ابويا اصلا. لان عمالي حرض الناس عليا وده حرام وده وتهجم على مراتي اللي هو متجوزها حاليا وهياخد ولادي يخطفهم يعمل فيهم حاجه وعمال يقول كلام شين ويحرض اهل البلد عليا. فانا ما بنزلش البلد خالص حاليا ولا الناس اللي انا شغال معاهم بروح لهم. من بلد فين؟ العصايد ديار بنجي. العصايد؟ يعني انت بقالك 17 سنه عايش في العصايد؟ اه عادي. يعني العصايد يعني ليك زملاء في العصايد وليك اصحاب ومروحش مدرسه؟ لا. طب الناس في المنطقه اللي انت كنت قاعد فيها يعرفوا ان انت من مين؟ يعرفوا ان انت ابن اشرف. ابن اشرف اللي هو ابويا ده. يعرفوا ان انت ابن اشرف؟ اه. طيب بناء على كده يعني مفيش حد قدر من اهل البلده اللي انت قاعد فيها انه يتخذ اجراء قانوني؟ ما حدش يقدر يعمل معاه حاجه لان عيلتنا عند العيله بتاعت ابويا وامي صعبين ناس كبار يعني ومحدش قادر عليهم في البلد من الاخر. حتى عمده البلد والشيخ البلد ما مش قادرين عليهم مش لايحين ان هو يثبت الولد. يقول لك يا عم ده مش ابني انا مش عاوزه خده ارموه في الاحداث. بعد 17 سنه يقول لك انت مش ابني وارميني في الشارع. هو يعني انا الشغل بتاعي كمني سيبته فالفلوس اللي كنت واخدها من اخر اسبوع شغال فيها بصرف على نفسي منها. نادني بنام في الجامع وتحت السلم ماشي عادي. انت اي شغل دلوقتي تشتغل فيه ما بطلبوش منك شهاده ميلاد؟ مش حاسس ان الموقف اللي انت فيه ده اهو بياثر على اكل عيشك نفسه؟ يعني اي مصنع النهارده بيعوز بيعوز شهاده ميلاد بيعوز بطاقه بيعوز ايوه بيعوز ده كله. يعني يعتبر انت كل فترة لما بتلاقي حد واقف عليك في الشغل يعني ممكن مثلا اروح حدا واحد بتاع سوبر ماركت اشتغل معاه. دي الحالة الوحيدة اللي ما بلاقيش فيها واحد صنايعي يعلمني معاه. دي الحاجات اللي انت ما تلاقيش فيها الكلام ده. طب انت حاليا شغال ايه يا حبيبي؟ انا كنت شغال منجد بس يعني كمني لما جيت لكم هنا سبت الجماعة خالص عشان مش يحصل لهم مشاكل هناك من ناحية عيلة ابويا. سبتهم خالص بقى لي اكتر من اسبوع الوقت. يعني وعايش فين؟ يعني هو البلد اللي انا كنت فيها في بلد جنبها بنام فيها يعني ممكن انام في المسجد الراجل سايب لي المسجد مفتوح بنام فيه عادي عارف القصه وممكن انام تحت مدخل بيتي هناك ما في فرشه بنام عليها عادي. طب تاكل تشرب ازاي؟ ما يعني الفلوس اللي موجوده معايا بصرف منها وممكن واحد يجي يديني فلوس عادي بصرف منها. بعد 17 سنه يعني ما في سؤال 17 سنة وجايين النهاردة يرموك، إيه اللي سكتهم طول الفترة دي طول ال 17 سنة؟
مش عاوزين الناس يعني ايه تعرف فضيحتهم اكتر ما هم مفضحين اكتر من كده. انت دكتور في حاجه حاسس انك حاجه خلت ابوك كده ياخد القرار، ابوك بتاخد القرار يعني طلع منك حاجه. امي مش مطلقه وسبب عيد. اه هي مطلقه، هم غلطوا الغلطه والجوازه وطلقها ومش حالة هو في حاجه كده على سبتها. هو بقى زهق. ايه اللي انت بتتمناه؟ قال لك انت كمان انا بتمنى بس ان انا الناس تقف جنبي بس، ويبقى معايا شهاده ميلاد او بطاقه او مكان بس انام فيه. بتناشد طبعا المسؤولين. انا جالي تهديدات من ابويا قبل كده، وهقتلك وهموتك، وانا كنت بخاف انزل البلد عندنا اصلا. يعني ممكن يعملها عشان خاطر يستحمل قصه. ممكن يعملها. ان شاء الله يا حبيبي. احنا برضو بنضم صوتنا لصوتك من الموقع اللي احنا بنصور معاه دلوقتي، عشان خاطر ان اهل الخير وطبعا الساده المختصين في هذا المجال يشوفوا وضعك ايه بالظبط القانوني فيه، وطبعا لو في حد يتبناك، حد يشوف يعني موضوعك ويتبنى حالتك، عشان برضو ما تتشردش في الشوارع ليل نهار زي ما احنا شفنا الاخت دلوقتي بتقول ان انت يعني نجاتك بالصدفة ماشي في الشوارع، وطبعا الحالة على غير الحال. وطبعا هناخد منها برضو بعد السؤال لقيتك ازاي وكان وضعك ايه، ونرجع لك تاني. حلو، اتفضل عرفينا بنفسك. انا مع حضرتك ندى جمال، بقدم في معهد معاونين الامن. ماشي. فعلى طول في البلد راحة جاية، بخلص ورق وبخلص حاجات، فلقيت رضا قاعد جنب، على كم مرة أشوفه مثلا جنب المركز جنب المعصرة هنا جنبينا. لا، فعلى طول بشوفه، فلو أحس إن هو قاعد مكسور كده بيعيط، فجيت النهاردة بسأله، فبقول له في إيه يا حبيبي، أنت قاعد ليه، أنت قاعد ليه كده، فبيقول لي مفيش. فالمهم من هنا لقينا فضلت أتحايل عليه لغايه لما اديته الثقه ان هو يحكي لي في ايه. فقال لي انا قاعد هنا عشان مامتي، حصل احكي اللي هو احكي عادي، مامته وبابا غلطوا مع بعض وهم كانوا لسه صغيرين، وراحوا المركز، ولما راحوا المركز بابا كتب على امه، فلما بابا كتب على امه اللي هو في نفس اليوم بيقول لي طلقها. طب ايه حالتك، ولا ايه ظروفك، ولا ايه دنيتك؟ قال لي هم رامييني، واللي هو هم رامييني اصلا مش عايزيني ومش عايزين يثبتوني. فانا استغربت من الحاله، ومش حكالي الا بعد فتره بعد ما انا فضلت تعاطفتي معاه. تعاطفتي معاه يعني كانسانيا. انا قلت له انا زي اختك، انا مش رضيت ان يعني هو ما كانش راضي يحكي لي عن حاجه الا لما قلت له انا اعتبرني اختك وانا اللي اقدر عليها ساعدك. وبعدين هو شاب زي يعني هو زي السكر عسوله طبعا، فاللي هو 100,000 حد يتمناه بامانه يعني. فانا مستغربه ان هي ليه بتعمل كده، او هو ليه ابوه واهله بيعملوا فيه كده. طبعا هم بدهم يجروا غلطه، هم عايزين فضايح، بس بالوضع ده الفضايح انكسرت. ايوه طبعا. طب ليه انا ما هو ملهوش ذنب، هو ملهوش ذنب ان هم يعملوا فيه كده. طب نشرح حضرتك. نرجع لطارق الرضا. الرضا انا معلم على طارق، معلش. نرجع لك تاني يا رضا، وقول لنا اللي نفسك فيه بالظبط، عشان ربما يكون احد المسؤولين، احد الساده المحترمين، اي حد من اهل الخير يشوف حالتك يتبناك ويشوف لك اي حل لموضوعك. انا نفسي بس يبقى عندي شهاده ميلاد وبطاقه او مكان بس حتى انام فيه، او ممكن بس ابويا بس يثبتني، ومش عاوز منه حاجه خالص. يعني هو خايف مني ان انا اسيبه وامشي في يوم من الايام، ان هو يعني بيقول لي انت هتورث مني. قلت له يا عم انا مش عاوز حاجه منك خالص، اعملها لاولادك التانيين وانا مش عاوز حاجه. فهو طبعا معترض ان هو يثبتني خالص، فانا بتمنى من الناس تقف معايا. انت مش عايز منه حاجه، المهم انك تثبت اسمك عشان تحمل البطاقة. تمشي بيها هنا وهناك، وتعرف يبقى لك شخصية وشهادة ميلاد زي أي واحد. ما هو كده حقه ضايع، يعني مفيش شهادة ميلاد ولا بطاقة ولا حتى في. طبعا متابعين كرام، يعني حكاية رضا زي ما شفتم حكاية مأساوية جدا. رضا بيستغيث من أمه
ويعتبر القريه كلها عن بكت ابيها رفضت رضا. كون ان هو ملوش ذنب في اللي حصل ودي طبعا دي ذنب والدته ووالده والغلطه بتاعتهم، ولكن في الاخر بعد 17 سنه رفضوه كابن. رسالتك الاخيره ايه لوالدك ووالدتك بعد الحال اللي انت فيه دوت والقرار اللي اتخذوه ده؟ انا رسالتي ليهم يعني انا بطلب من والدي ان هو يعني تقلى فيا شويه، ويعني لو الضمير والنبو حس ان هو بيعذبني وبيبهدلني ونوم انا في الشوارع بالطريقه دي يثبتني، وحتى هطلع اشتغل في اي حته بره ومش هقعد راجع له تاني. وامي يعني هي كانت صغيره ما كانتش، مش بحط اللوم عليها، كان حدها 12 سنه ما كانتش تعرف حاجه، انما ابويا انا كان عنده 19 سنه يعني كان راجل كبير وعارف كل حاجه، مدرك يعني عارف يعني ايه الغلط اللي هو عمله. يتحمل اخواتك اللي هم من الاب من الام يعرفوا القصه؟ صغيرين 6 سنين 5 سنين صغيرين كلهم ما يعرفوش القصه؟ لا كله يعرف القصه ما عدا الاطفال دي صغيره. الاطفال صغيره ما تعرفش. وجدتك كبار في السن يعني كم سنه جدتك؟ جدي انا عنده 75 سنه وجدتي عندها 55 سنه الوقت. ولكن عايشين لوحدهم؟ هما هو انا ابويا في الدور الثاني وجدي في الدور الاولاني عادي، بس جدتي اللي كانت بتخاف عليا هي. جدتك ايه مش عايزه تشوفك في بعض؟ هي جدتي اصلا كانت بتخاف عليا وبتحبني وتعاملني زي ابنها وبتنيمني وبتاكلني وتشربني، وكنت بروح الشغل عادي، بس هي سافرت السعوديه. بعد ما هي مشيت بقى العين الحمراء بتاعتهم بدات يعني بداوا يقلبوا روحهم عليها خالص. السعوديه مقيمه ولا راحت عمره جايه؟ راحت 9 شهور. يعني انت تعتبر بعد الله كانت هي الاماد بتاعك والغطا بتاعك والستر بتاعك، وبعد ما هي مشيت بدات الخطه الجهنميه الشيطانيه التخلص منك، بس بطريقه اطلع بره كده مش شده. انت الواقعه بتاعتك دي واقعه والله، يعني مش عارف الناس بتتمنى اي ظفر عيل يقولوا مش معترفين خالص. ان شاء الله يكون لك بطاقه، وان شاء الله يكون لك مأوى تقعد فيه، وان شاء الله